فاتح علينا رده. ما بالاسر بدنا نهده. ما بالاسر بدنا نهده. يا اسر انا يا ابطال. يا اسر انا يا ابطال. يا ضحايا الاحتلال. يا ضحايا الاحتلال. Man shall not live by bread alone. July 2015. Our president told us that if we have to choose between bread and democracy, we choose bread. However, the baker, Khadr Adnan, thinks and behaves otherwise, exemplifying the principle that man shall not live by bread alone. Adnan has endured too long and perilous hunger strikes in Israeli detention, leading to his liberation from prison and bringing world attention to the plight of Palestinian political prisoners in Israeli administrative detention, who are held without charge or trial for six-month periods that can be renewed indefinitely. Bobby Sands in Ireland died at 63 days of hunger strike. Now, Khadr Adnan is standing up for his dignity, for his freedom, for the freedom and dignity of all Palestinians. أما الاعتقال الإداري هو يعني الآن أن ضربت لهذا الإضراب ضد الاعتقال الإداري. يعني الإضراب الثاني يعني كانت يعني الاعتقال الإداري هو قانون بريطاني بيسمح لضبط المنطقة ضبط الأمن الإسرائيلي بتمديد الاعتقال الأسير الفلسطيني مرة تلو المرة كل شهرين أو كل ثلاثة أو كل أربعة أو كل ستة شهور ممكن تجد فترة اعتقال إداري لخمسة ستة سبع سنوات. عشان هيك يعني كان إضراب طبعا وضع حد لمعاناة الأسير الفلسطيني في الاعتقال الإداري ويعني وسحق عظم الأسير الفلسطيني في الاعتقالات المتكررة. يعني هنها مثلا هذه المرة العاشرة في سجون الاحتلال خلال فترة وجيزة نسبيا من عمري من عمري الآن ما تجاوزش 37 سنة. لما نتكلم عن همجية الاعتقال طريقة استخدام درع بشري كان صبحيات جاي سائق يأخذ أبوي سكر خضار المركز أبوي بيشتب سكر خضار استخدموه كدرع بشري ودفعوه للدار بينهم هم هون وهو هون والدار هون. الدرع البشري هو لا بروح فيها أول شيء وهذا شيء محرم دوليا. كمان إرهاب أطفالي صار وأمي وأبوي مشحبرين وحاملين سلاح. بعد ذلك كمان أساءوا المعاملة في التحقيق كان تحقيق قاسي جدا مثلا سبوا شتموا العرض الشرف يعني استخدموا غبار أحدهم حطوا على شاربي عملوا شغلات كثير يعني أساءت يعني مما دفعني الإضراب بسرعة. وأنا كنت مفكر حقيقة قبل إضراب الطعام بـ 2011-2012 إني أضرب الطعام. الإضراب الأول كان في امتناع عن الكلام مع المحققين فيش كلام امتناع عن الطعام ولكن في اليوم 43 وافقت على الفحص الطبي أو 43 لكن على يد مؤسسة خارج مصلحة السجون الإضراب وقبلت الجلوكوز على اليوم 55. كان مقابل ذلك حكيت مع أهلي تلفونيا وخرجت على مستشفى مدني وكمان اتصلت حكيت وزاروني أهلي. قلت لنفسي إذا أنا مضرب على الطعام ورايح بخطوة ممكن تنتهي إلي بالموت. لكن هذا الإضراب قلت بدي أنا أروح لأهلي. بدي استغنيت وشديت عن زيارة الأهل وشديت على حالي صحيا أكثر لأحقق بشكل أسرع إنجاز. هذا الشيء بناء يعني مش يعني بدي من عليكم أنا يعني ولا حملكم جميلي في مثال عبارة هاي المن لكن أنا هذا حساب أهلي حساب صحتي وحساب وقتي وحساب كل شيء. لكن أنا بعتبر هذا جزء من رسالتي.
عشان ما يخافوش من اللحية. إحنا هذه اللحية رمز ديني يعني، امتداد ديني على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يربطوهاش في داعش وما يربطوهاش يعني في أي حدث في العالم، خاصة في فرنسا يعني. مش حرص أجمع أني أنا بجوز شعبي ما يشوفهاش، وأنا بجوز ما يشوفهاش، وأبصر كده يشوفها من العرب المسلمين. لكن بحاول أوصل صوتي خارج فلسطين، لا سيما وإني أنا ممنوع أخرج خارج فلسطين. يعني العمل على الحرية والعزة والكرامة بجنتي كذا، هذا واجب وطني وديني وأخلاقي، وإن دون ذلك يعني إحنا بنكون سرخنا عن أرض يعني. وفي كمان دوافع أخرى يعني، دم الشهداء، ولود الأسرى داخل الأسر، تدنيس المقدسات، كل هذا حكي دوافع أكثر للتمسك بالحق الفلسطيني، سلب أرضنا، كل هالحكي بدفعنا أكثر إن شاء الله نتمسك بالحق يعني. حتى لو أنه يعني شفتوا بعض الفلسطينيين تراجعوا للخلف، بعض هذا كله مستوى سياسي صغير جدا لا يمثل كل الفلسطينيين.